ايوه يا هاني، اوامرك سعاده. انا قاعد اهو تحت البيت مستني الحلوه الطول. لا 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 يا هاني ما تقلقيش، مفيش اذى تعاوير ماشي قتل حد الله، ما تقلقيش. مع السلامه. اهي هتطلعي طلعي. سلام. ايه رايك في حمص؟ حلو طبعا. الله، بابي اللي جاب الكلب ده؟ لا شاري. ايه القرف ده؟ احنا عملنا لها مفاجاه، عدينا عليها في المدرسه بالعربيه الجديده. عربيه جديده؟ اصل هي عملت حادثه بالعربيه القديمه. وهي كويسه؟ لا مش هي اللي عملت حادثه، السواق اللي عمل حادثه، لكن هي سليمه ما فيهاش حاجه. فالبنت شافت الكلب فحبيته فقالت لها خديه خليه معاكي. انا ما بحطش كلاب عندي في البيت، اتفضل خد معاك. اوكي. طب ما تكسريش بخاطر البنت وسيبوها. لو سمحت ما تبوظليش البنت. يلا حمص تعالي هنا. انا مش قلتلك 100 مره تسمعي الكلام اللي انت عملتيه ده؟ دي اخر تربيتي؟ دي بنتي؟ ده اللي انا قلتهولك؟ حسابي معاكي بعدين، اتفضلي قدامي. انا مش عارفه ايه المصايب دي، اقسم بالله العظيم انا مش فاهمه في ايه. ما تقولي في ايه؟ ايه دي وعايز اعرف في ايه؟ خلي جنبي والنبي، انا مش عارفه اتصرف لوحدي، والله ما هعرف اتصرف. شيري انا جنبك، ممكن تهدي وتعرفيني في ايه؟ في ايه؟ صحيت الصبح على ارقام ناس بتعاكس، قلت مش مشكله عادي، لحد ما لقيت سهى بتكلمني وبتقولي. بتقولك ايه؟ بتقولي ان في بيج معموله باسمي وعنواني ورقم تليفوني وفيها الصور دي. انا هتصرف، انا هقفل الصفحه دي، ما تقلقيش انا جنبي. يوريني بقى هيتجوزها ازاي بعد الفضيحه دي. زمانه دلوقتي بيقول الحمد لله ربنا نجدني من الفجره، ويجي لنا بقى، يجي الحضن انا بقى، حضن ماما. بقول لك ايه، استني معايا ارحب الناحيه الثانيه. ايه يا ريري، شفتي عملت في صاحبتك ايه؟ انت ازاي ضميري سمح لك تدمري سمعه بنت عشان راجل انت اللي رميتيه؟ انت بجد بقيتي مريضه؟ ايه ده؟ ده انت حتى شخه عندك بنت. ايه رانيا، بقول لك ايه، انا هروح اتفرج عليه بكره وهو بيعيط ومتقطع على حبيبتي القلب، تيجي معايا ولا تخليكي؟